علينا أن نحلل 25x للقوة 4 ناقص 30x للقوة 2 زائد 9 إلى عواملها. يبدو أن هذا أمر شاق لأن لدينا قيمة مرفوعة للقوة الرابعة هنا، ثم العبارة الوسطى مرفوعة للقوة الثانية، لكن هناك شيء يتعلق بهذا ربما ستلاحظونه، وهذا الشيء هو على الأقل أن 25 عبارة عن مربع كامل و x للقوة 4 مربع كامل. إذن 25 x للقوة 4 عبارة عن مربع كامل و 9 أيضا مربع كامل، لذا ربما أن هذه عبارة عن مربع لكثير حدود ما. ولتأكيد هذا فإن العبارة المركزية يجب أن تكون 2 مضروبة في حاصل العبارات التي نقوم بتربيعها على أي نهاية. دعوني أوضح ذلك بطريقة أفضل قليلا. 25x للقوة 4 تساوي 5x تربيع مرفوعة للقوة 2، إذن هو مربع كامل. كذلك 9 تعادل حسنا، يمكنها أن تكون موجب أو سالب 3 مرفوعة للقوة 2، يمكن أن تكون أي واحدة. الآن ما هي 30x تربيع؟ ماذا يحدث إذا أخذنا 5 مضروبة في موجب أو سالب 3؟ تذكروا هذا بحاجة لأن يكون 2 مضروب في حاصل ما بداخل المربع أو الجذر التربيعي لهذا والجذر التربيعي لذلك، وقد أعطي لنا أن هناك إشارة سالبة والخمسة موجبة، سوف نأخذ سالب 3. تلك هي الطريقة الوحيدة التي سوف نحصل بها على إشارة سالبة هنا، لذا دعونا نجرب السالب 3. ما هو حاصل 2 مضروبة في 5x تربيع ضرب سالب 3؟ حسنا، 2 مضروبة في 5x تربيع تساوي 10x تربيع ضرب سالب 3 يساوي 30x تربيع أو سالب 30x تربيع. نحن نعلم أن هذا مربع كامل، يمكننا أن نعيد كتابته كالتالي: 5x تربيع دعوني أفعل ذلك بنفس اللون 5x تربيع ناقص 3 مضروبة في 5x تربيع ناقص 3. وقد رأينا في العرض الأخير سبب نجاح هذا، وإذا أردتم أن تثبتوه لأنفسكم قوموا بضربهم، ستحصلون على 25x للقوة 4 ناقص 30x تربيع زائد 9، وانتهينا.